أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست عيون العقل. جماهير كرة القدم تخيلوا مباراة لا تعرف طريقها للنهاية، مواجهة يتحول فيها الملعب إلى مسرح لحرب أعصاب مستمرة، وأجساد اللاعبين تصارع بين التعب وروح لا تعرف الانكسار. قد تبدو كقصة خيالية، لكن هذه كانت حقيقة مباراة دارت سنة 1946 بين ستوكبورت كاونتي ودونكاستر روفرز في إنجلترا. كان ملعب إيجلي بارك على موعد مع حدث استثنائي. قاعدة الهدف الذهبي لم تكن موجودة حينها، ففي مباريات الكؤوس كان التعادل يعني الإعادة، إعادة تستمر لحين حسم النتيجة ولو بعد أيام. هذا ما جعل كرة القدم على موعد مع ماراثون كروي لم تشهده من قبل. تمر الدقائق وتزداد معها حدة المنافسة وإصرار كلا الفريقين على عدم قبول الهزيمة. كانت الجماهير تراقب الملحمة بحماس منقطع النظير. الإرهاق على اللاعبين بات جليا في كل هجمة أو محاولة لقطع الكرة، ومع دخول الظلام للملعب قرر الحكم إيقاف المباراة بشكل مؤقت بعد 173 دقيقة متواصلة من اللعب. ولم يكن أحد يعلم أن هذه اللحظة التي قام فيها الحكم بإيقاف المباراة هي لحظة فاصلة في تاريخ اللعبة، حيث أحدثت هذه المواجهة ضجة إعلامية واسعة وتسببت في إعادة النظر في قانون استمرار اللعب إلى ما لا نهاية في المباريات التي تتطلب حسم النتيجة. وهكذا ولد نظام الوقت الإضافي ثم ركلات الجزاء الترجيحية التي نعرفها اليوم. ولكن حتى هذه التغييرات لم تساهم في محو ذكرى أطول مباراة رسمية في كرة القدم من ذاكرة مشجعي هذه اللعبة. مباراة ستوكبورت كاونتي ودونكاستر روفرز هي أكثر من مجرد حدث رياضي، إنها رمز للعزيمة الإنسانية والتحدي الدائم للحدود، وستبقى خالدة كواحدة من أغرب القصص وأكثرها إثارة في تاريخ الساحرة المستديرة. كانت هذه حلقتنا اليوم من حلقات بودكاست عيون العقل، ونتمنى أن تكون قد نالت إعجابك.